تطوير جملة من الخدمات الرقمية التي تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية لخلق بيئة رقمية تساهم في الإقلاع الاقتصادي والتنموي، دخلت حيز الخدمة في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف استيعاب التحولات المتسارعة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي. أكبر تحدي يواجهنا جميعا هو خلق بيئة رقمية تساهم في الإقلاع الاقتصادي والتنموي وتستوعب التحولات المتسارعة التي يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي، وتؤهل من خلالها العنصر البشري للتصرف والاحتكاك بهذه البيئة بصفة نشطة وتشاركية. وفي هذا الإطار سعت السلطات العمومية لتسييد التحول الرقمي تنفيذا للالتزامات السيد رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام رقم 25 ورقم 42، وهو ما تعمل عليه دائرتنا الوزارية، حيث قامت بتطوير ووضع حيز الخدمة جملة من الخدمات الرقمية التي تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية. هدف الاستعانة بالرقمنة هي تمكين المواطنين من الاطلاع على كافة الخدمات والإجراءات الإدارية المتنوعة من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة أطلق عليها اسم خدماتي، ويرتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة تتماشى مع تطلعات المواطن ومع إدفاء الشفافية في استخدامها وبأقل التكلفة. وانطلاقا من هذا المسعى، فإن تعميم استخدام الرقمنة في التعاملات اليومية للمواطن سيساهم في تطوير وتنمية الثقافة الرقمية لدى المواطن، مما سيدعم مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. يكمن تجسيد هذه الخدمات الرقمية في مسيرات حركية مختلف شرائح المجتمع لتوفير أفضل خدمة للمواطن، وهذا عبر الاستغلال العقلاني للموارد البشرية وما تزخر به من كفاءات قادرة على الابتكار.